هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر. وقد ورد فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. هذه الأيام لها منزلة كبرى عند الله عز وجل، ومزية عظمى، وهي من مزارع الآخرة التي يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل بألوان القربات وأنواع الطاعات. لذلك كل عمل صالح في هذه الأيام مشروع، وأعظمه وأعلاه ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح. أفضل الأيام عند الله أيام العشر، أفضل الأيام عند الله أيام العشر. فينبغي لنا أن نحرص على الاجتهاد في العمل الصالح في هذه الأيام. ما هناك عمل تقول إنه أفضل عمل بعد الذكر. العمل الصالح عموما من ذكر لله تعالى، أو صدقة على الفقراء والمساكين، أو بر للوالدين، أو صلة للأرحام، أو صلاة، أو صيام، أو قيام، أو جهاد، أو حج، أو عمرة، إلى غير ذلك من أنواعه. إذن هذه الأيام هي أيام أسوة واقتداء، كما هي أيام تضحية وفداء. ليست أيام بدع، ليست أيام خزعبلات، ليست أيام شعوذات، إنما هي أيام يقدم المرء فيها منا نفسه قربانا لله رب العالمين، حتى ينال اتباعا كريما لنبي الله إبراهيم أولا، ثم لنبي الله إسماعيل ثانيا، ثم لأم إسماعيل عليهما جميعا أفضل صلاة وأتم سلام. هذه الأيام هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، هي أفضل أيام السنة على الإطلاق،